هيدا المرحلة الأزمة اللي جايين عليها واللي نحن صرنا بنصها هلأ، يمكن الزراعة تكون هي وحدة من الحلول. زراعة الزعفران ليش؟ لأنه هاي الأرض بتطلع زعفران، وهي يعني آيتم أو هو منتوج بالكواليتي اللي منطلعه نحن، بالجودة اللي منطلعها نحن قادرين نكون عم ننافس فيه عالميا، وهو منتوج جديد تاريخيا كانوا يقولوا انه ما بيطلع الزعفران بلبنان، واللي هو خطأ شائع اذا بدك، وشوية ابحاث عملناها طلع معنا انه لا فينا نطلع زعفران.